آخر العلاج الحلم، وحلمنا هالمرة قدمه أحد متابعي الوزير بنجين ريكاني على منصة إكس. المتابع سأل الوزير: دكتور، ممكن بنهاية بغداد تبنون سد حتى يرتفع منسوب النهر داخل بغداد ويعطي جمالية للمدينة تشبه الأنهر الأوروبية داخل المدن، وهم يقضي على شحة مياه الشرب بالمدينة، لأنه مسار النهر داخل بغداد راح يتحول إلى بحيرة تمتد من بداية بغداد لحد السد بجنوبها. الوزير بنجين ريكاني جواب المتابع أنه الموضوع بطور الدراسة مع وزارة الموارد المائية. جواب مفتوح، ممكن يكون وراء ما وراه، وممكن يكون جواب روتيني مع الوزراء، بس بيننا وبينكم هو حلم، مجرد حلم ممكن يتحقق إذا تعاملوا وياه بجدية. أعظم المشاريع بالتاريخ بدت بأحلام وأفكار على الورق. نظرياً بناء سد بنهاية بغداد من الجهة الجنوبية راح يحصر مياه دجلة ويرفع منسوبها بحيث ينطي جمالية هائلة للعاصمة، ويصير دجلة مثل النيل ونهر السين والتايمز. تعرفون أنه دجلة بغداد بالسنوات الأخيرة وصل لمرحلة من الانحسار لدرجة قمنا نشوف جزر عائمة وسط النهر، الشاطئ انحسر وصار قاع، منظرها يفطر القلب. برأينا السد ممكن يكون حل جيد، مو بس وظيفة جمالية بل للقضاء على شحة مياه الشرب بالعاصمة لتسع ملايين بغدادي، يعني ربع سكان العراق تقريبا. هس احنا مو مختصين وما نعرف شنو تأثير هيج سد على مستوى تدفق المياه إلى مناطق الجنوب، هذا شغل الخبراء، بس منطقيا هو سد وممكن التحكم به بحسب مستويات المياه ومنسوبها. إذا صار خطر على المناطق اللي يمر بيها دجلة بالجنوب فممكن نطلقه. بعدين عدا فوائد الجمالية، ممكن نكمل المشروع بصناعة بحيرة سياحية عظيمة مثل الحبانية أو دوكان أو الثرثار. شنو الضير نسويها بجنوب بغداد قبل السد ونشيد بيها مرافق وشاليهات وحدائق وملاعب ومول عملاق وفنادق خمس نجوم. بغداد ينقصها هيج معلم، خصوصاً إنه حركة السياحة بالسنوات الأخيرة نشطت بيها، وبغدادنا تستحق تصير وجهة تنافس كبريات المدن السياحية بالمنطقة. إيش ناقصنا غير تحقيق هيج أحلام؟ والله كل شي ما ناقصنا بس الإدارة والنزاهة بالتنفيذ. وشكراً لبنجين وشكراً لمتابعه الحالم، على الأقل خليتونا نحلم وسط هالتصحر القاتل العايشين بيه.